والآن إلى نجيب والأخبار الرياضية. مشاهدينا، نعتذر عن تقديم الصفحة الرياضية ونعود إلى السراي الحكومي لنستمع إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ربما قد يتجه للاستقالة. من زمان نطرين اللحظة. شو الشباب حاضرين؟ ما ضوية حاضرين؟ يلا شباب إذا تريدوا هدوء. قلهم هدوء. بلال خلي تليفون. حطوا على الميكروفون هوني محل ما حد هون. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجه إليكم اليوم كمسؤول وأهوائكم، متوسلا من كلمتي هذه أن ترسم للبنان واقعا أفضل في وحدته وأمنه واقتصاده ومحبة أبنائه لبعضهم البعض. أتوجه إليكم وقد انتهينا من إقرار إنجاز انتظره اللبنانيون طويلا، هو سلسلة الرتب والرواتب التي أحيلت إلى المجلس النواب منصفة الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري لإدارة الدولة، من دون أن يتأثر اقتصادنا الوطني سلبا، وقدمنا نموذجا للإصلاح المرتجع. أتوجه إليكم ومدينتي التي أحب، تنزف دما وتودع الشهداء وتئن مع أنين الأمهات الثكالة، مدينتي التي أضحي من أجلها بروحي، أضحي من أجلها بروحي، فهي منطلقي ومثواي الأخير، والتي لا أرغب إلا أن أراها في طليعة المدن على امتداد وطني الصغير وباقي الأوطان. منذ اللحظة التي امتشقت فيها سيف العمل العام، قررت مبارزة الأفق المسدود، وحاولت اختراق كل الأزمات ورصد كل الحلول وتلمس النهايات الواعدة. لم أتردد لحظة في التضحية والتحمل، حفاظا على أركان الوطن ورموز الدولة وسيادة الحق العام. خلال مسيرتي آليت على نفسي ألا أتوقف عند حملات التجني والتجريح التي طاولتني، وغلبت علي الصبر والحكمة والتأني ورباطة الجأش، وبذلت كل جهد من أجل الحفاظ على وطني الحر وشعبه الشجاع. إخواني أخواتي، اليوم أيقنت ونحن نبحث في مجلس وزراء موضوع إجراء الانتخابات النيابية أن التجديد لضخ الدم في الحياة السياسية والبرلمانية اللبنانية واجب وطني، وأن وقف الضخ هذا يؤدي إلى شلل في البلاد وتعطيل للمؤسسة الأم. من هنا فأنا مع إقرار قانون الانتخابات بالشكل الذي يتوافق عليه اللبنانيون، ومع إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف، لكنني كنت ولا أزال ضد قانوني للانتخابات يلغي رسالة لبنان ومفهوم والعيش الواحد بين جميع أبنائه. أما وأن قانونا جديدا للانتخابات لن يقر على ما يبدو ضمن المهل التي تسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن هيئة الإشراف على الانتخابات تم الحؤول دون تشكيلها في مجلس وزراء اليوم، على الأقل كإعلان حسن نوايا لضمان الإجراء الانتخابات، كما أنه خلال
أيام قليلة ستدخل مؤسسة أمنية كبرى في الفراغ بإحالة مديرها العام على التقاعد. فقد وجدت أن من الضروري في هذه المرحلة الدقيقة استمراره في مهامه، لأن في ذلك واجبا وطنيا تفرضه ضرورة حماية المؤسسة التي شكلت ملاذا آمنا للبنانيين. ولمست اليوم أيضا أن ثمة توجها في مجلس وزراء بعدم التجاوب مع هذا الأمر، ونتيجة لكل ما سبق فأني أجد نفسي مضطرا لاتخاذ الموقف الذي يحكمني ضميري باتخاذه إفساحا للمجال أمام العودة إلى الحوار الذي يرعاه فخامة رئيس الجمهورية والذي لا بديل عنه ولا مفر منه، إذ لا سبيل لخلاص لبنان وحمايته إلا من خلال هذا الحوار وإفساحا في المجال لتشكيل حكومة إنقاذية تتمثل فيها كل القوى السياسية اللبنانية لتتحمل مسؤولية إنقاذ الوطن بما يكفل إطفاء الحرائق ومواكبة الأحداث الإقليمية بروح عالية من المسؤولية الجماعية. أحبائي، لقد كانت المعاناة كبيرة، وكانت مقاربة المسائل الدقيقة في مجلس وزراء وخارجه موضع تشكيك حينا ومكابرة أحيانا وتجاهلا للواقع اللبناني الذي يدعو إلى التوافق في كل النقاط الحساسة أكثر الأحيان. وقد سعيت قدر استطاعتي إلى حفظ لبنان والنأي به من الأعاصير العاتية والبراكين الثائرة حفظا لتوازن آمنت به، توازن يحفظ المعارض قبل الموالي، وقد طبقته قولا وفعلا مما أتاح للبنان الحفاظ على الاحترام الدولي والتفاعل الإيجابي في المحافل العربية والدولية، وأبقيت قنوات التواصل مفتوحة مع كل المكونات السياسية اللبنانية متجاوزا حملات التجني، لأن الوطن هو الأهم، الوطن هو الأغلى، الوطن هو الأحب، هو الذي يستحق تضحيات الأباء والأجداد ويستحق منا كل التضحية. إخواني أخواتي، لقد راودتني الاستقالة مرتين، مرة حين عقدت العزم على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومرة لحظة استشهاد اللواء المرحوم وسام الحسن. وفي المرتين اقتضت مصلحة لبنان علينا الاستمرار في تحمل المسؤولية التي تنوء عن حملها الجبال. فالمنطقة تنحدر نحو المجهول، والحرائق الإقليمية تصوبنا بحميمها، والانقسامات الداخلية تترك جراحا عميقة، والضغوط الاقتصادية والحياتية تتزايد من كل حد وصوب. أما اليوم فإني أعلن استقالة الحكومة، علها بإذن الله تشكل مدخلا وحيدا لتتحمل الكتل السياسية الأساسية في لبنان مسؤوليتها وتعود إلى الطلاق من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول. إنني إذ أتقدم بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس مجلس النواب ومن النائب وليد جنبلاط ومن كل القوى السياسية التي تعاضدت معي في هذه المسيرة وفي مقدمها المكونات الأساسية الفاعلة في هذه الحكومة والتي تشرفت بالتعاون معها وكانت لي خير داعم ومساند، وأيضا من كل النواب الذين منحوني ثقتهم. وأتوجه إلى اللبنانيين جميعا بالعرفان، لأن عقلهم الباطني كان دائما يدرك أن كل ما قمت به إنما كان من أجل مصلحة وطننا جميعا لبنان. أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيات، رغم أجواء القلق والخشية على المصير والألم الذي يعتصر قلبي، فأن بريق الأمل يلوح في عقلي وقلبي ووجداني، لأننا بتكافلنا وتضامننا نستطيع انتشال وطننا من على ضفاف الفتنة. إن شعبا كشعبي هو أقوى وأقدر، إن أرضا كأرضي أعصم أن تتحول ركاما، إن سماء كسمائي ستصفى وتزهو بأرزة ترفرف في وسط علم
لن ينكسر أبدا. أنا هنا باق إلى جانبكم، باق إلى جانبكم أينما كنتم وأين كانت المواقع ومهما بعدت المناصب، ويبقى الوطن رغم كل الأنواء، يبقى الوطن رغم كل الأنواء. حفظ الله هذا الوطن، حفظ لبنان وحمل اللبنانيين جميعا، والسلام عليكم.